وكانت مناقشة النواب لقانون الانتخاب بدأت باعتذار قدمه رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي للشعب الأردني عما حدث أمس تحت القبة بين النائبين جميل النمري ويحيى سعود. وفي تصريح لرؤيا قال النمري إن سعود قدم له الاعتذار في مكتب رئيس المجلس لكنه رفض هذا الأمر واعتبره اعتذارا دون مصالحة. مورست ضغوط شديدة من عدد من الزملاء النواب من أجل مصالحة، وأنا قلتهم ليس لدي أي فكرة بالتوجه لمصالحة، الأمر هذا الشخص لا يعنيني، ثم أصروا على أنه يريد أن يأتي ليعتذر، فقلت ليأتي واعتذر، ولكن أنا تبويس اللحى وأصراركم على أن ندخل تحت القبة معا وأن نعلن المصالحة ليس مقبولا مني، وليست هذه الطريقة التي أتعامل بها في المجلس. ما هكذا تقبل الأمور، وما هكذا الشعب الأردني ومجلس النواب تتعامل يتم التعامل بالأمور معه.